أنا اسمي شيرين مكاوي، أنا مدرس سايكايتري في قسم الطب النفسي بالقصر العيني. أنا بشتغل حوالي يعني قرب 20 سنة بعمل سايكوثيرابي، حاجات مختلفة، تكنيكس مختلفة، بستخدم علاج سلوكي معرفي، ممكن دايناميك سايكوثيرابي على حسب طبعا العيان. مقتنعة إن هو بيبقى مهم مع الدواء لو محتاج دواء. أنا بحب كمان قوي جروب ثيرابي وشغاله اوريدي فعلا اونلاين دلوقتي، بعمل جروب ثيرابي دي بي تي دايلكتيكال بيهيفير ثيرابي لعيانين البوردر لاين. عملت برضه بحب السبورتيف سايكوثيرابي لعيانين جندر ديسفوريا، عملت ده قبل كده برضه في القصر العيني، وتو ماي نولج ده كان يعني احنا كنا بايونير في الحته دي، والحمد لله يعني اخذت يعني اوورد بس جروب سايكوثيرابي اللي هو الدكتور يحيى رخاوي 2018. اشتغلت مع كرونيك ميديكال إلنس برضه، كنت عملت جروب ثيرابي معاهم، حالات الروماتويد ارثرايتس، سيستميك لوبس. انا بشتغل مع المان ميلي علشان انا ماذر تانج جيرمان، ف يعني المان كتير سواء من المان او سويسريين او نمساويين بيجي لي من السفارات، هما يعني بيبعت لي انا عشان اشوفهم because of the language barrier والكلام ده ممكن تبقى موجودة مع الدكاترة التانيين. أنا مينلي يعني شغلي تارجتينج الناس اللي هم الأدلت، يعني أنا دولت أكتر يعني population أنا اللي بشتغل معاهم. بحب أوي شغلانة السايكايتري علشان بحس إن هو دي very human, it has a human nature for physician. And وبعدين فيها حرية الحركة، أنا ممكن أبقى very creative في العلاج، ومش عيب أبدا إن الواحد محتاج مساعدة وإن هو يلجأ للطبيب النفسي، وإحنا موجودين علشان كده.